السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم من جديد بحلقة جديدة من حلقات مواسم الحج. كنا هديك المرة حكينا شوي هيك انترودكشن خفيفة عن بعض أحكام الحج أو بعض المقدمات اللي بيعملها الشخص لما يروح ليؤدي هيدي الفريضة المباركة. كنا وعدناكم أنه اليوم بدنا نحكي بشوي تفاصيل أكتر شو بيعمل الحاج بالحاج وليش بيعملها. رحب فيك شيخ أحمد، وبقول لهم أنه اليوم حتكون عم تخبرنا أخبار كتير حلوة أنا ناطر أنه أسمعها منك. أنا جعبالي أعرف ما خبرتني إياها بعد، فأنا اليوم مثلي مثل المشاهدين حأسمعهم منك. شو بدك خبرنا اليوم؟ شيخ أحمد، الحاج له أركان، وكلمة أركان مثل عادة فائدة لغوية، جمع ركن. والحج ما بصح إذا واحد ترك ركن من أركان الحج اللي حنقوله اليوم. تمام. عنا أول ركن من أركان الحج شيء اسمه الإحرام. والإحرام اللي هو أحبابنا المستمعين هو إنه الشخص ينوي الحج، يقول بقلبه مثلا نويت الحج وأحرمت به لله تبارك وتعالى، هذا اللي بنسميه الإحرام. وإنما بنقول له الإحرام لأنه بالنية يحرم على الحاج ما كان حلالا قبله من محرمات الإحرام. وبعد ما يحرم يستحب أنه أي لبية، أنه يقول أول مرة إذا كان أحرم بالحج لبيك اللهم بحج، وبعدين التلبية اللي كثير كلنا سوا منحب أنه نقولها على طول، كلمة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله يرزقنا والمستمعين والمشاهدين كلنا الحج ونكون سوينا أول ركن، ركن الإحرام. آمين. وادنا نتذكر عند الإحرام لما هالناس كلها اللي هونيك عم بلبوا هالتلبية، شو هالهيبة بتكون وشو هالمنظر اللي بيكون. حقيقة بذكرنا كمان بالآخرة بالاستعداد لما بعد الموت ومن أهوال يوم القيامة. بقى نحكي عن الركن الأكبر من أركان الحج. الله. الركن الأكبر من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة اللي هو يوم من العمر، يوم من الحياة. لا إله إلا. هذا اليوم أفضل يوم بأيام السنة. صحيح. الناس كلياتها مجتمعة بموقف عرفة، بأرض عرفة. شيخ أحمد، بالنسبة للوقوف بعرفة لما تلاقي الناس ما بتميز بيناتهم، لابسين مثل بعضهم، غني أو فقير أو كبير أو صغير، وهالبياض كله بتتذكر الحساب للآخرة. 100%. والوقوف للحساب. قسم يكونون طاعمين كاسين راكبين، قسم يكونون حفاة عراة، قسم يكونون حفاة عراة يجرون على وجوههم وهن الكفار. فالواحد يدعو الله تعالى أن يموت على حال حسن. فالوقوف بعرفة في تذكرة بهالأشياء اللي عم نحكي عنها. وهيك بس الفائدة، نحن مندلنا نكرر ونردد هيدي العبارة ونقول بيت الله، وقد قال الله تبارك وتعالى أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأكيد لما نقول بيت الله مش معنات الكلام أنه رب العالمين اتخذ الكعبة مسكن واتخذ الكعبة مكان لإله، حاشا وكلا. رب العالمين ما بيسكن جهة وما بيسكن مكان، ولكن بعض المخلوقات تضاف إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف. بيت الله معناتها بيت مشرف عند الله تبارك وتعالى، له شرف رفيع وله قدر عظيم، مشان هيك منقول بيت الله. بيسألني البعض، منقول له أنه أكيد الطواف ليس وثنية. الطواف كأنه العبد لما عم بدور حول الكعبة كأنه عم بيقول يا رب أنا أينما كنت ومهما درت أنا أثبت على طاعتك يا رب. يا الله. فإذا في حكمة وفي عبرة، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية. وكمان عودين نشوف صور الحجاج بعد ما يخلصوا الطواف بتوجهوا للمسعى، بيسعوا بين الصفا والمروة. والصفا والمروة هن جبلان، جبل اسمه الصفا وجبل اسمه المروة. بيروح الشخص من الصفا للمروة، مرة من المروة للصفا بتكون اثنين. هاي السبع مرات السعي بين الصفا والمروة الواحد مطلوب ينتبه لا سيما بأيامنا. صحيح. ابتلينا بمصيبة كبيرة اللي هي انه حصل توسع على المسعى بشكل انه صار في شيء هو خارج حدود المسعى، انحطت ضمن المسعى الجديد
بحيث انه الشخص اللي بده يؤدي هذا المنسك السعي بين الصفا والمروة اذا عمله بالمسعى الجديد بالطريقة الموجود اليوم للأسف ما بيصح السعي تاعه، لانه بيكون عمله اصلا خارج المسعى اللي كان حدده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فبدك تنتبه وبدك تنبه احبابك واخوانك وقرايبينك ورفقاتك اللي رايحين يقدوا هيدا العبادة، بيعانهم عم يتعبوا كتير وبيبذلوا جهد وبيدفعوا مال بيروحوا واخر شيء ما بيصح مسعاهم. كون حريص على دينهم مثل ما بتكون حريص على كتير اشياء بتتعلق بحياتهم. بدنا نتذكر اللي حصل مع السيدة هاجر لما كان مع ابنه اسماعيل عليه السلام، لما تركهم سيدنا ابراهيم وكانت هاجر عم تسعى بين الجبلين، بين جبل الصفا وبين جبل المروة لطلب الماء، وإجا رئيس الملائكة اللي اسمه جبريل عليه السلام. بس نذكر ملائكة أجسام نورانية ليسوا ذكورا ولا إناثا، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يتزوجون. إجا رئيس الملائكة وضرب الأرض بجناحه فخرج ماء زمزم، وكثير ناس أنا عم أقول لك بحبوا يسمعوا عن ماء زمزم. تفضل يا عين على ماء زمزم. هلأ صار فينا نقول عن جد لو كنت حقيقة منك رايح تأدي هيدي المناسك اطلب انك تشرب من ماء زمزم. سيدنا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ذكر ماء زمزم بأحاديث عديدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام طعام طعم وشفاء سقم، معناته يغني عن الطعام وإنه سبب من أسباب الشفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له. فأنت تأخذ ماء زمزم تتجه للقبلة وبتقول حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، وتدعو الله تعالى بما تريد بقلب متيقن بأن البركة في هذا الماء ثم تشرب. بدي أقول لك شغلة أنا هلأ تذكرت. هلأ ورد بحديث رواه الحاكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الماء سيد شراب الدنيا والآخرة، لأن الماء يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. فكيف إذا كان هالماء ماء زمزم؟ ماء زمزم يعني. فبركة عظيمة أن الواحد كمان أدنى فيه إذا كان هنيك ما ينسينا إن شاء الله من الدعاء ويتضلع من شرب ماء زمزم هذا الماء المبارك. بقى نحكي عن الحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. هم نذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال وللمقصرين. من هنا عرف الفقهاء أن الحلق للرجل أفضل من التقصير في الحج، لأنه ورد أن للحالق بكل شعرة تسقط من رأسه يوم القيامة يكون له نور بذلك، فلذلك كان الأحسن والأفضل للرجل هو الحلق. فلما واحد كمان يضع شيئا من بدنه لأنه الشعر جزء منا تذللا وطاعة لله عز وجل، يعني حتى الحلق والتقصير كمان في حكمة بموضوع الحج. بين قول شيخ أحمد وإن كنت أنت منك رايح لتأدي هيدي العبادة المباركة اللي بإذن الله تعالى من كان حجه مبرورا وسعيه مشكورا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ما تكون محروم من بركة اللي راحوا على الحج، إنك تطلب منهم أن يستغفروا لك وإنك تقول لهم استغفر لنا. لأنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فعشان هيك مثل ما قال الشيخ أحمد أي شخص بيجي من الحج شو بدنا منه؟ قال اللهم اغفر لي ولأخي هذا. هذا ورد أنه يطلب من الحاج إذا رجع من أداء هذه العبادة العظيمة. ما في شغلة أنه ما قلت أنا بدي أقولها حتى نسكر الموضوع، هو موضوع رمي الجمار. لبعض الناس بظنوا أنه في مواضع معينة من واجبات الحج اسمها رمي الجمرات الثلاث، والموضوع حاصل الموضوع أنه بهالمواضع الثلاثة ظهر الشيطان لسيدنا إبراهيم عليه السلام، فسيدنا إبراهيم رماه بالحصى. فنحن بالحج لما نرمي هالجمرات يعني هن ما هو إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام، وهيك بنكون ذكرنا الأشياء الأساسية بالحج
يبع عنا طواف الوداع لما يخلصوا مناسك الحج أن تطوف حول بيت الله الحرام حول الكعبة 7 مرات وتسأل الله تعالى قبول الحج اللي هو هذا المراد من كل الأعمال اللي عم نعملها من طاعة من فراق أهل ووطن وإنفاق مال وتعب وجهد العمل المهم يكون أن يكون مقبولا عند الله عز وجل أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة آمين. وهذا نتذكر هون كمان فضل كل إنسان بيساعد غيره لأداء هالعبادة العظيمة لا سيما ونحن بزمن صعب كلنا عايشين بعدة أغلب الدول اليوم المسلمون يعيشون بظروف صعبة فأن يؤدي الحج كما أمر الله عز وجل نعمة عظيمة نعمة عظيمة صار وقت نودعكم أحبابنا المشاهدين على أمل إن شاء الله تعالى أن نلتقي فيكم بحلقات قريبة جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم